نبتدي خطوتنا الأولى. إني عايزة أقطع الفلافلة، ما حشيل هذا الرأس، هقطعها بالسكين بهذا الشكل. أحاول شوي أتخلص من هذا الجزء، يعني ما بدي أنا أقطع هذه العنق الفليفلة، بس أشيل فقط شوي البذور بهذه الطريقة. وأبتدي أجهز البتنجان. البتنجان حسب الحجم اللي عندك، كبيرة صغيرة ما في مشكلة. إحنا حنشوف هلأ الفكرة. إذا كانت البتنجان كتير عريضة ممكن أقطعها بالنص، لأنه أنا بدي أعملها زي شرائح. هنشوف طريقة تقطيعها فقط إلى شرائح بهذا الشكل. هحط هالخضروات أو البتنجان في طبق يبقى كبير شوي عشان يكفي بقية الخضروات اللي عندي. هاخد الكوسة برضو، إذا عريضة شوي هيك ممكن أقطعها بالنص، وبعد هيك أقطعها برضو إلى شرائح بنفس الشكل. ونضيفها على البتنجان. هاخد الطماطم. الطماطم أنا هستعملها بشكلين، عندي محتاجة طماطم شرائح، وإذا ضل عندي شوي بقدر أفرمها، بس أهم إشي أطلع 6 شرائح بهذا الشكل. 1 2 3 هخليهم على جنب، وهذا الجزء ممكن اللي أستعمله مفروم، يبقى 1 2 3 هخليهم على جنب وأبتدي أفرم هذه الكمية. أعتقد ما في أسهل من هيك وصفة. نبتدي البقدونس، الريحان، زنجبيل، سكر بني. حنقول ليش أنا حطيت هلأ السكر. كرافس، وعنا البصل الأخضر. وأبتدي أضيف ما أحب من بهارات اللي أنتوا بتحبوه. عايزين تغيروا البهارات غيروا. أنا زي ما قلت لكم هذه فكرة لطبق خضروات مشوي بشكل صحي ولذيذ وبنفس الوقت طيب. فيكم تعملوها بالكاري، فيكم تعملوها بأعشاب فقط، حسب رغبتكم. وحضيف شوية خل، وحضيف زيت الزيتون، وعندي هون الزعتر. ممكن أخذ كمرقة بس أقطعهم هيك بالجوانتي، طبعا أسهلكم تشتغلوا. ببتدي أخلط كل هالمكونات مع بعض. وانا عايزه اقول لكم ليش حطيت السكر البني، عشان يعطيني هيك طعم مع الخل والخضره، حيعطيني طعم هيك حلى على حموضه، تصير عندي زي صوص في داخل كل حبه من الخضره من الفليفله. ببتدي اخذ كميه الخضره وادخلها في داخل حبه الفليفله بهذا الشكل. نحاول نحشرها كثير لانه حتدبل شوي معانا اثناء الطبخ اثناء الشوي، فحاولوا قدر الإمكان أنكم تحشروها قد ما تقدروا بكمية كبيرة. هاخد شرائح الطماطم وأحطها فوق كل قطعة بهالطريقة. هرش شوية من زيت الزيتون برضو على سطح حبة الطماطم. أعزائي المشاهدين، من غير ما أغطيها بدخلها الفرن. أنا عندي هلأ واحدة جاهزة، خلينا أحط هذه على جنب وأطلع لكم اللي جاهزة عندي. الطبق عندي جاهز، الريحة زي ما بقولكم رائعة، يعني أنا كتير متحمسة لهالطبق، بعشقه. لاحظوا شوفوا هالجمال وشوفوا هالشكل والريحة الرائعة حلوة كمان. فضلا لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات.